على أطلال منزلها تسترجع الطفلة الفلسطينية ريماس ذكريات عاشتها برفقة عائلتها وتبحث عما تبقى لها. ريماس واحدة من آلاف الأطفال في قطاع غزة ممن فقدوا كل شيء. في هذا المنزل الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي لم يتبقى سوى دمى صغيرة وملابس ممزقة يغطيها التراب. حين أنا يعني مش عارف، ما تخيلت إنه هيك يوم من الأيام حيجي دار هيك حتقع وأنا أكون قاعدة في جدارنا. الله يعوضنا يعني، وحسبي الله ونعم الوكيل على اليهود اللي وصلتنا لهذا الحال. الدمار الناجم عن الحرب على قطاع غزة تصفه منظمة الصحة العالمية بأنه غير مسبوق ويحتاج إصلاحه إلى أكثر من عقد من الزمن. ما بين 70 و80% من البنية التحتية المدنية بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس ومرافق المياه قد دمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة. وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يقدر أن إزالة الأنقاض والركام في غزة ستستغرق من 3 أعوام إلى 12 عاماً، بينما تشير التقديرات الأممية إلى أن تأهيل اقتصاد غزة بما في ذلك إعادة بناء نظام الرعاية الصحية يحتاج إلى مليارات الدولارات. فيش دار في غزة إلا تدمرت، فيش دار إلا نزلت، فيش دار إلا عيلة انجرحت. وين بدنا نروح؟ حنرتمي في الشوارع. في غضون ذلك تحذر منظمة الصحة العالمية وأوكسفام واليونيسف والغذاء العالمي من أن غزة تحولت إلى ساحة موت وجوع إلى جانب تفشي الأمراض في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع. الوضع الصحي والإنساني مستمر في التدهور، ولابد من وقف إطلاق النار فورا ووصول المساعدات من دون قيود. برنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية يشدد على أن 500,000 شخص في غزة على شفا المجاعة. ومارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يقول إن سكان غزة محرومون من أبسط الحاجات الأساسية من غذاء وماء ورعاية صحية. حرمان غير مسبوق وأي قدر من المساعدات لن يكون كافيا لسد حاجاتهم. ومطالبات الأمم المتحدة لإسرائيل بوصفها قوة احتلال لقطاع غزة بتسهيل وصول المساعدات تظل بلا جدوى وفق الأمم المتحدة.